يعني خليني هنا واحنا بنتكلم عن الحوار ده من ناحيه، وبنتكلم عن الصالونات التي تقام في التنسيقيه من ناحيه اخرى، ونتكلم على المحليات تحديدا. على هل في اي اختلافات في وجهات النظر فيما هو متعلق بالانتخابات المحليه والمجالس المحليه ولا لا؟ انا بعتقد انه في نقطه لا زالت قيد النقاش، وصححني، نخش قايمة نسبية ولا هنخش بالقايمة المغلقة المطلقة؟ هل لازال ده أو لازالت دي النقطة التي تختلف فيها المعارضة وغير المعارضة من المؤيدين أو الموالين؟ بص يا أستاذ يوسف، هو القصة إيه؟ هناك فرق بين التوافق والاتفاق. حلو. التوافق إن إحنا متفقين إن نبري انتخابات محليات، ده ما فيهوش كلام، متفقين. أوكي. حلو. النمرة اثنين، الحقيقة إن المتمسك بالقائمة المغلقة المطلقة مش بس أحزاب الأغلبية. هناك أحزاب من المعارضة بشكل متجرد جدا أصلا شايفين المحليات لابد أن تجرى عن طريق القائمة المغلقة المطلقة. بعكس البرلمان، يعني مثلا حزب التجمع اللي أنا بنتمي ليه شايف إنه لابد أن تجرى الانتخابات عن طريق القائمة المغلقة المطلقة المحلية. أما انتخابات البرلمانية مع القائمة النسبية المجمعة على مستوى الجمهورية غير المشروطة. تقول لي ليه؟ رقم واحد، ان النسب اللي موجوده في المحليات ال 25% مرأة او 25% شباب و 50% عمال وفلاحين، من الصعب جدا دي لازمهم يروح تقريبا استحاله. تقريبا استحاله. يعني بنسبه كبيره المواطن ثقافته اكثر دعما للرجل، وده يعني علشان احنا القوطه اصلا، يعني احنا اصلا عايزين نرفع من ثقافه الاهتمام بانتخاب المرأة. تمام؟ صح. طيب القائمة النسبية، أنا على فكرة مش بقول هنا رأيي، أنا بقول لك إن في أحزاب معارضة وأحزاب من الأغلبية بيأيدوا القائمة المطلقة، في أحزاب معارضة بتأيد القائمة النسبية، لكن في الكلام. القائمة النسبية، وأنت النهاردة عشان تضمن القوتة الموجودة في الدستور، ما دي هتحتاج إنك تضبطها من خلال قائمة على مستوى الجمهورية. البرلمان والمحليات في ايه؟ برلمان انت ممكن تعمل قائمه كامله على مستوى الجمهوريه 600 تحت، لكن المحليات لا يمكن تعمل قائمه نسبيه ل 54,000 واحد. استحاله. صح. احنا طبعا محتاجين 54,000 او 52,000. طبعا العدد مهول، عدد في قريه ومدينه ومركز البرلمان 600 تقدر تعملها غير مشروطه على مستوى الجمهوريه، يبقى في منطقيه للموضوع. طيب اصحاب بقى وجهه النظر القائمه النسبيه مرحب طبعا، واحنا خدنا قرار وتوصيه في لجنه المحليات ان احنا هنعمل ورشه عمل من خبراء. والله هنجيب الخبراء، وبرضه الخبراء دولت اعضاء في احزاب من كل الاحزاب، بس يكونوا خبراء في مجال المحليات، لان الجلسات مش بالضروره تحضر فيها تكون خبير 100%. انت ممكن تقول موقف سياسي حزبك او تشرح وجهه نظر الحزب، لكن الامور الفنيه التفصيليه بتحتاج الى خبير انتخابات يقول لنا ازاي نعملها. صح. فالحقيقه احنا يعني مقبلين على هذه الجلسه النقاشيه بتجرد شديد، وسنستمع لكل وجهات النظر، ولن نفرض على احد اتفاق او توافق. هو احنا توافقنا خلاص على ان يبقى في انتخابات محليه؟ والله عرفنا نطبق قانون واحد للمحليات ونظام انتخابي واحد هنتقدم به لمجلس الامراء اللي بيرفعه لفخامه الرئيس. والله وصلنا لنظامين انتخابيين مبطلين ومنطقيين وموضوعيين هنرفعهم برضه لمجلس الامه. اتفقنا على نظامين او ثلاثه حتى لو فيهم نظام مش واقعي قوي، في النهايه هيتكتب باسم اعضاء الاحزاب اللي اصروا عليه. احنا لا في حاله تصويت ولا في حاله جدال ولا في حاله فرض راي على راي. احنا في حاله حوار بين كل الاطراف للوصول الى افضل شكل ممكن لاي قانون او مشروع قانون او تعديل او قرار بس. طيب انا يمكن هستاذنك علاء في ان انا افكر معاك بصوت عالي. انا متفق معاك جدا في مساله انتخابات المحليات لازم تبقى القائمه مغلقه ومطلقه، نظرا لانه العدد مهول. احنا مش بنتكلم على 600، فعلا احنا بنتكلم على 54، وعندي استحقاقات متعلقه بالكوتا ومنصوص عليها برلمانيه، منصوص عليها دستوريا كمان، فمش هينفع اتخطاها. متفق معاك انه لو هشتغل بالقائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية أنا عايز خبير مهول في العمل الانتخابي وإعداد القوائم، لأنه دي قائمة نسبية. الخلل ممكن يطيح
تمثيل المرأة، الخلل قد يطيح بتمثيل الأقباط، الخلل قد يطيح بتمثيل الشباب وما إلى ذلك. الحاجة الأخيرة وأفكر معاك بصوت عالي باعتبارك أنت داعم للقائمة النسبية، إنه القائمة النسبية هتضمن لي تمثيل أوسع للتيارات الفكرية والأيديولوجيات والأحزاب، صح، لكن في نفس الوقت القائمة لو ما ظبطتش أو ما جابتش العتبة مش هتدخل المعارضة البرلمان، وده هيبقى بالانتخاب بالصندوق. وده شيء مخيف. عاوز اقول لك على حاجة، انا متفق معاك على فكرة في اللي انت بتقوله في جزئية منه، بس مختلف في جزئية تانية. هي ايه؟ خد بالك احنا شغالين على الارض مع الناس. حلو. والناس الشعب المصري ده شعب عظيم جدا، عنده مخزون حضاري ومخزون فكري كبير. صحيح، مهول. مهول. لحظة الممارسة السياسية بين قوائم نسبية هتلاقي في ناس من اللي ما كانوش بيشاركوا في الانتخابات، في الانتخابات بمجرد ما يلاقوا في منافسه قويه بين اكتر من قايمه ويبقى في فرصه ان القايمه الثانيه تاخد اصوات وتعدي. بمعنى ايه؟ ما انت النهارده لما عندك كذا قايمه نسبيه، فممكن قايمه مثلا قويه مثل الاغلبيه تاخد 60%، القايمه الثانيه تاخد 40%، فضمنوا عدد من الكراسي داخل البرلمان ربما توازي القائمه المغلقه المطلقه واكثر منها. ما انت لو بصيت على عدد المعارضه في مجلس النواب هتلاقي عندك مثلا في المعارضه كام نائب؟ 60 نائب من 600. ممكن القائمه النسبيه يبقوا 100 نائب، ممكن يبقوا 150 نائب، ممكن يبقوا اقل، وات ايفر. في النهايه هي اختبار لقوه كل الاحزاب في الشارع المصري، وعلينا ان نتاكد ان المواطن المصري هو هيختار بشكل يعني في نوع من المنطقيه، لانه متاكد ان كل الناس اللي بيمثلوه في القوانين وتعديلات القوانين. الحاجه الثانيه، المال السياسي بينحصر في القوائم النسبيه بعكس القوائم المغلقه. ليه؟ لان اللي بيبقى نازل في القوائم المغلقه بيبقى يعني شبه مطمن انه ممكن ينجح، لكن في القوائم النسبيه بيبقى عليه انه يبذل مجهود كبير وسط الناس ويعرض افكار مختلفه، وهو ده اللي بيخلي الناس تتحمس اكتر للمشاركه. اذا القايمه النسبيه هتختار لك يعني هتفرض على اللي هم ما عندهمش فكر خالص، ما عندهمش نشاط تمهيدي خالص، ان هم يتواروا، لكن اللي هم شغالين على الارض بجد من اي تيار او من اي حزب هتلاقي هم فرقوا. ليه؟ لان هم اصبحوا مدركين ان الاخرين اللي هم يمتلكوا المال السياسي لكن لا يمتلكوا النشاط الجماهيري، لا يمتلكوا المهارات السياسيه، فرصهم ما بتبقاش بنفس القوه في القوائم النسبيه، لان جمهور مختلف، لان في تشجيع على المشاركه في انتخابات بشكل اكبر، لان في منافسه حقيقيه، في مصداقيه عند المواطن باهميه الانتخابات. كل ده بيفرق جدا في المعادله السياسيه. فخلينا ما نستبقش الامور، هل خطر على المعارضه ولا لا؟ على فكره ثقافه المواطن في الدوائر المختلفه تطورت جدا، واصبح هناك تعاطي مع جيل الشباب اللي هو جيلنا يوسف، جيل مختلف على فكره، جيل اكثر رغبه في انه يشوف منافسه طبعا، انه ينبهر بافكار واطروحات، انه يشوف ناس بيتكلموا على التكنولوجيا. وانا شايف ان الشباب في القوائم النسبيه فرصهم اقوى. ما هو الخوف، الخوف فين يا علاء؟ انه القائمة النسبية مش هتدي فرصة واسعة للمعارضة انها توصل، زي ما كنت بقول لك انا عندي عتبة انتخابية، وعندي لو افترضنا ان القائمة واخدة 10% ده معناه ان انا هاخد راس القائمة بس هو اللي اصبح جوه وبقية القائمة اصبحت بره. يعني انا بفكر معاك بصوت عالي، طيب ما انا علشان اتخطب ده، انا واحد من الناس وانت واحد من الناس الداعمين جدا لفكرة ان انا عايز نسبة معارضة اكبر جوه البرلمان كمان من ال 10% اللي موجودة حاليا. طيب يبقى انا اعمل ايه؟ طب ما انا اخلق تحالفات سياسيه لاجل الانتخاب، يعني تحالف انتخابي مش تحالف برلماني، تحالف انتخابي ان احنا هنخش احزاب معارضه مع غيرها الى اخره، موجودين جوه نفس القائمه المغلقه، وصلنا تحت القبة احنا ما نعرفش بعض، شويه يمين وشويه شمال وشويه في النص. ما انت بقى بتقابل مشكله في الممارسه. هي المشكله ايه؟ ان انت لما بتيجي تخش في تحالف مثلا زي ما دخلنا قبل كده في البرلمان الحالي بتلاقي مشكله في، لكن لما بتبقى انت داخل في تحالفات مختلفه بيبقى في حاله من الثراء اكبر والتنوع اكبر. صح. ويبقى في حاله تنافسيه اعلى. معاك مش مختلف. وبيبقى احنا مرتبين نفسنا كنواب في الانتخابات اللي جايه ان احنا كلنا
بيبقى كل سعينا سواء كان اغلبيه او معارضه بالمناسبه هدفنا العمل على تحقيق الصالح العام. عكس ان انت تبقى ضامن قايمه مطلقه. انت النهايه جايه في قايمه نسبيه، فانت كحزب فلان حزب الاغلبيه عاوز تدي رساله للجماهير اللي هتيجي تنتخبك ان انا بعبر عنكم في البرلمان، فده هيقوم من سلوك الاغلبيه وهيعلي من قدره المعارضه على الانتشار وعلى الممارسه والعمل داخل البرلمان او في اي نظام. هصرحك بقلقي، انا قلقان على الاحزاب اليساريه والاشتراكيه، مش التجمع، الاحزاب الاصغر والاحزاب البازغه اللي ظهرت بعد 2011 و2013 وما الى ذلك. انا قلقي ان هم مش هيبقوا قادرين على الوصول لوحدهم تحت القبه، ده قلقي. طب اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، هو انت النهارده ليه رابط انتشار الاحزاب وقوتها فقط في الانتخابات؟ النهارده انت في حوار وطني تدعو لايه؟ زياده نسبه الحريات العامه طبعا، زياده مساحه تمثيل الاحزاب والقوى السياسيه في الاعلام. لما الاقي انا واحد يعني مذيع محترم زي حضرتك بيتكلم في اهم قناه في مصر اللي هي التلفزيون المصري، القناه الاولى اللي هي معبره عن الدوله المصريه، بيتكلم عن اهميه وجود احزاب اليسار والاحزاب الاشتراكيه، وعلى فكره مسلسل الاختيار قال اليسار الوطني. صحيح سيادتك تفضلت. صحيح، من 100 سنه كانوا بيتعاملوا مع اليساريين لحد 50 60 سنه، لحد 30 40 سنه، لحد 20 سنه اعتبار الاحزاب اليساريه ديت ضد دوله الجيش وضد مؤسسه الدوله. النهارده بقوا بيتعاملوا معك كيسار وطني. طيب السؤال بقى هنا، عندما تفتح مساحه الحريات والمشاركه السياسيه، الحريات مش معناها التظاهر بالمناسبه. طبعا التظاهر ده اخر حاجه في الموضوع. احنا النهارده بنتكلم عن الحريات بمعنى ايه؟ التظاهر ده حق اسمه حق احتجاج سلمي، ده موضوع تاني. بالظبط، حق احتجاج سلمي، برافو عليك. احنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ ان يكون هناك فرص متساويه بين كل الاحزاب في ممارسه نشاط داخل المراكز الشباب واصول الثقافه والجامعات والانتشار المقرات والسماح ليهم بعقد المؤتمرات، السماح ليهم بحريه الحركه، الفرص متساويه في الاعلام للجميع. ده ما يتحقق كل ذلك لن يكون هناك اي فرصه لاي احد ان يزايد او يقول ان انا مضطهد. لا، ان تفتح المجال العام بشكل كبير بس مع ضوابط. ايه ضوابط؟ رقم واحد احترام الدستور، رقم اثنين عدم التدخل في شان مؤسسات الدوله القوميه الوطنيه زي القوات المسلحه والاجهزه الوطنيه، رقم ثلاثه الحفاظ على تماسك الدوله واستقرارها، مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية التي تعمل على تهديد الاستقرار في الدولة وتهديد مؤسسات الدولة المختلفة، عدم التراشق، عدم التلاسم، احترام الرأي والرأي الآخر. فعندما نضع ضوابط فتح المجال العام وبشكل سلس وبشكل، احنا دلوقتي خلاص استقرينا واستعدنا بلدنا، فاحنا ما زلنا في المرحله الانتقاليه لاننا بنأسس لجمهوريه جديده. صحيح. لكن ما تحقق في السنوات الماضيه بمجهود الدوله والقياده السياسيه، وهذا يجب ان يعني نعطيه قدر كبير من الاحترام. جدا. انت النهارده كان عندك سينا، انا نفسي كنت قلق جدا على سينا والعريش، الارهابيين كانوا قاعدين في البيوت مع الناس، النهارده بقى في سياحه في سينا. حاجه ما كنتش تتخيلها، ولا انت كنت تتخيلها ولا اي حاجه. صحيح. 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 النهارده بقى عندنا جيش من اقوى جيوش المنطقه بيحط خط احمر في ليبيا، واقوى جيش المنطقه وبيتدخل ولا يتدخل في شؤون الدول الاشقاء، وقام بمهاره كبيره جدا القياده السياسيه، قامت بمهاره كبيره جدا بان تكون طرف محايد في الازمه في السودان. صحيح. فانت بتتكلم عن دوله قويه جدا رغم كل الالتهابات اللي حواليها ديت، الا انها قادره تعمل حوار وطني بهذا الشكل. مظبوط. طالما ذلك كذلك بقى على راي دكتور رفعت عادل، طالما ذلك كذلك يبقى علينا ان نبحث في، وعلى فكره احنا بدانا، انا شايف الحوار الوطني بدايه بس لازم نستمر. اكيد. وانا كمان عايز اقول لك نقطه بقى عشان ما اطولش عليك. قول. الحوار الوطني انا شخصيا يعني عندي قلق من تصور الناس للحوار الوطني، بمعنى ايه؟ يا جماعه احنا مش هندوس بزرار نحل المشاكل. يا جماعه المشاكل اللي عمرها 100 سنه مش هتتحل في 20 جلسه او 100 جلسه او 200 جلسه. يا جماعه الحوار الوطني تعمل على حل بعض المشكلات، والمشكلات التي يجب ان تحل ترتبط بايه بقى؟ بحكم الاراده، اراده المواطن واراده الحكومه واراده المعارضه واراده الاغلبيه واراده مؤسسات الدوله واراده البيروقراطيه الحكوميه واراده القياده السياسيه. لو تضافرت هذه الايرادات واجتمعت على مصلحه الوطن وتحقيق الصالح العام
علينا بقى كمان ان نفكر ونحن يعني تتضافر هذه الايرادات ان نفكر في حلول عمليه قابله للتنفيذ قادره على تجاوز الازمه مع مراعاه البعد الامن القومي والبعد الامني في الدوله. بس معاك 100% علاء، القعده معاك والكلام معاك الحقيقه ما يتشبعش منه بصراحه، فانا ما صدقت ان احنا قاعدين بنتكلم مني، انا ما عرفتش اتكلم معاك النهارده في مجلس النواب. انا بشكرك جدا النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنه المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عند هيئه شباب الاحزاب والسياسيين.